دائما في اوبونتو في لينكس ديستريبيوشنز، معظم اللينكس ديستريبيوشنز انت لما تعمل انستولاشن لنظام التشغيل اوبونتو او لما يشبهه بيعمل بديك ريجولار يوزر، كان عندك يوزر عادي ما بديك روت يوزر. كيف اعرف انا عندي ريجولار يوزر ولا روت يوزر؟ اعرف كيف اميز بيناتهم، لو فتحت التيرمينال لقيت اس دولار انت شغال كريجولار يوزر. طيب لو انا عايز انفذ حاجه بتاعت سوبر يوزر بتاعت ادمنستريتر وانا ريجولار يوزر، تكلمنا قبل كده قلنا نستخدم سودو، الامر سودو وبعد ذاك الكونديشن بتاع الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه ممكن بدل ما استخدم سودو ممكن انشي روت يوزر، اعمل نيو باسورد للروت يوزر. كيف اعملها؟ بكتب امر سودو باسورد، لو انت شغال على اوبونتو افتح الطرفيه اكتب سودو سبيس باسورد انتر، بيسالك من باسورد دخل الباسورد هنا، يقول لك اكتب الباسورد مره ثانيه، اكتبه مره ثانيه، وكتبتها مرة تانية خلاص بيقول لك successfully الباسورد updated successfully. اوكي تمام. لو قلت له SU هنا بيسألك من الباسورد، هتدخل الباسورد الجديدة. لو دخلت الباسورد الجديدة هتلاحظ انه هنا ظهرت العلامة سلم بدل الاس دولار. الان انت روت يوزر، ظهرت العلامة دي انت روت يوزر، عندك تحكم كامل في اللينكس حقك. واحدة من الحاجات اللي تفرق بين الروت يوزر واليوزر العادي انك لما تعمل ls للفولدرز، انت لو يوزر عادي بتشوف الفولدرز اللي شفناها قبل كده بتاعت الهوم دايركتري اللي هي الديسكتوب والداونلود وغيره وغيره، شفناها في شرائح سابقة. يعني لو رجعت هنا تيرمينال دي انت لاحظ اس دولار، انت ريجولار يوزر عملت، وانت ريجولار يوزر عملت ls بديك الفولدرات بتاعت الريجولار يوزر. انت في الهوم دايركتري وعندك ديسكتوب وداونلودز وميوزك وبابليك وكده كده كده بس. طيب هنشوف الفرق الان لما انا اكون ما روت يوزر، هتشوف ملفات زيادة. انت كروت يوزر هتشوف حاجات زيادة. الان لاحظوا ls انا وين؟ في الهوم في AAA هوم حقي، لأني أنا الآن روت يوزر لكن موجود في الهوم بتاع الريجولار يوزر. فعملت ls بديني نفس الملفات اللي شفتها قبل نفسها، لكن الآن بعمل cd نقطتين، cd مسافة نقطتين، معناه أرجع خطوة ورا، أرجع خطوة ورا. لما نعمل s بديك AAA، ده الفولدر حقك كريجولار يوزر. الآن طلعت منه رجعت خطوة ورا، CD نقطتين رجعت تاني من الـ AA خطوة ورا أكتر، ls هتلقى نفسك الآن شفت فولدرات ما كان حشوفه لو ما انت روت يوزر، اللي هي bin فولدر أو دايركتري اسمه bin، دايركتري اسمه dev، عندك دايركتري اسمه boot، دايركتري اسمه etc، cd rom، home، ده الهوم كان بيشوفه الريجولار يوزر فقط، دايركتري اسمه اللايبراري، وهكذا. إذا شفنا ملفات جديدة، والآن العلامة دي نحن معناها شنو؟ روت يوزر، عشان كده شفنا الفولدرات دي. لو أنت ريجولار يوزر ما بتقدر تشوف الفولدرات دي، لا تقدر تصل للمكان بتاعك. إذا لاحظوا فولدرات كثيرة ظهرت. لو عملت اكزيت وانت في العلامة بتاعت السلم دي، عملت امر exit وانتر، طوالي بيرجع لك وين؟ s دولار. الان بقيت
ريجولار يوزر، رجعت ريجولار يوزر وعملت اليس بتجيك الفولدرات بتاعتك حقت الريجولار يوزر للزمان ديسكتوب وغيرها، وما بتقدر تشوف الفولدرات التانية بتاعت البين والاي تي سي وغيرها من فولدرات اللينكس.